معلش الكونكشن فصلت، فأنا هنتظر الناس تدخل تاني. يا ريت بس لو حد شايفني يكتب على الفيديو التاني ان احنا خرجنا وان هم يدخلوا معانا على الفيديو ده. اوكي انا معاكم، بس يا ريت لو حد يكتب ان احنا خرجنا من التاني ويدخل هنا. انا هحاول اكتب لهم برضو. اوكي ما في مشكلة حتى في الكونكشن في الموبايل. وحضرتك طيبة، ميرسي جدا، ميرسي يا نسرين. ممكن حد يكتب يا جماعة، حد بس يطمني ان هو كتب للناس الناحية التانية ان احنا خرجنا من هناك وموجودين هنا دلوقتي. لو حد كان كاتب سؤال الناحية التانية يا ريت يكتبه هنا. تمام، انا هكمل اجابه على السؤال اللي كان هناك. الاجابه بتقول ان انا لازم احافظ على 100 نقطه بتاعتي لو انا من 0 ل 18، وان انا محتاجه ان انا اعمل 200 نقطه لو انا 21% واعلى على القدر الشخصي عشان استحق المكافاه. تمام، انا منتظره لو اي حد عنده سؤال تاني انا معاكم. لو حد كان كاتب سؤال الناحية التانية يا ريت حد يساعدني برضو وانقلهولي هنا. ازاي احسب نقاطي؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمة السؤال، يا ريت يتقال تاني. يعني ازاي اعرف ان انا جمعت كام نقطة في الاوردر ولا ايه؟ هو المفروض ان انا لو بعمل اوردر اونلاين بيبقى باين قدامي طبعا النقط بتاعة المنتجات، ولو المفروض ان انا لو بعمله اوفلاين برضو بيبقى المفروض ان يعني لو انا بعمله اوفلاين فبعمله من خلال فرع من الفروع، او بعمله من خلال الاوريفون اللي برضو بيبقى معروف ده. في حاجه كمان اسمها البي بي بيبرز اللي موجود فيها كل النقاط او كل منتج بيطلع قد ايه نقاط تقريبا. قلب الفريق يكون الجاي حاضر، اكيد هتكلم عن قلب الفريق قريبا. حاضر، لسه مستنيه الاسئله لو حد عنده سؤال. أو لو حد شايف سؤال الناحية التانية يجيبه لنا هنا حتى لو مش سؤاله. ازاي ماشي، اهلا وسهلا. بتسأل ازاي اخنا حد يعمل عضوية وياخد خصم 23%؟ لا بصوا يا جماعه، انا يعني مش هتطرق للموضوع ده قوي، بس انا هقول لكم انه دايما دايما اوريفلام التعامل معاها كعضو هو ده الشيء الصح، ان انا اتعامل كعضو او ان انا اشتري من اعضاء اوريفلام بالشكل السليم هو ده الصح، وهو ده الحاجه المضمونه ان انا احصل على منتجات سليمه مضمونه ان انا اشتغل مع اوريفلام على طول، سواء عضو سواء ان انا بشتري من عضو اوريفلام شغال بشكل ايجل او شغال بشكل صحي. ما بقينا
حاضر، هسأل على موضوع التليفونات ده، أنا الصراحة مش بشوفه، أشوف اللي هو لو بنحمل ما عادش يبقى فيه. يا ريت الاجتماعات تتصور أونلاين، لأن أنا نفسينا مش بنقدر نحضر الاجتماعات رجاء. تمام يا نهى، قصدك إن احنا نعمل الاجتماعات. طب أنا حلو جدا برضو يا نهى إن احنا جينا للحتة دي. عايزة أقول لكم إن احنا بداية من 2020، كل سنة وانتم طيبين، عاملين حاجة اسمها أوريفليم كلابس. أوريفليم كلاب يعني إيه؟ يعني عندنا تدريبات خاصة جدا للناس من 9 ل 15% اسمها مانجر كلاب، 18 ل 21% اسمها سينيور مانجر كلاب، و21% وأعلى أو دايركتور وأعلى اسمها دايركتور كلاب. تمام؟ الاجتماعات دي أو التدريبات دي هتكون موجودة أونلاين وأوفلاين. في حاجات فيها ممكن مثلا تبقى فيديوز، في حاجات فيها ممكن هنطلب منكم انكم تجوينوا معانا سكايب، في حاجات اشكال كتيرة قوي للاجتماعات دي، وهتلاقوا مديرين المبيعات بيوصلوا لكم بيها. في لايفات كتيرة قوي شغالة، وفي حاجات تريننج في كل حتة في مصر، فاحنا ان شاء الله هنكون موجودين معاكم اكتر، وهتلاقوا فعلا في فيديوز بتوصل لكم او بيكون في الاجتماع معاكم لايف. يعني ايه نسبة الخصم من المكافأة كل شهر بتتحدد ازاي؟ دي انا سؤال مش واضح بالنسبة لي. هو المكافأة تبع المستويات. اوكي ممكن ارجع لكم في السؤال بتاع الهدايا. حاضر، بيتكتب لي مكافأة وتنزل لي مكافأة مختلفة؟ لا، ده زي ما احنا قلنا الارقام اللي انا بقولها دي كلها قبل خصم الضرائب، والضرائب دي بتبقى تابعة لسيستم الضرائب المصري او لقانون الضرائب المصري، ودي بتبقى على متوسط الدخل بتاع حضرتك، فده يعني متوسط الدخل بتاعك السنة اللي كنت فاهم. طبعا انا مش هقدر اقول لك النسبة بتبقى كام بالظبط، لان هي بتختلف من شخص لشخص. طبعا دي بتبقى تابعة قانون الضرائب المصري اللي احنا كلنا شغالين بيه. الله، حلو قوي. امتى هو ايه اللي حلو قوي امتى؟ مش عارفة. تبقى لايف فيديوز يوتيوب. في حاجات كتيره جدا هتكون موجوده معاكم لايف فيديوز يوتيوب، او هتبقى بتدخلوا معانا على السكايب، او بتدخلوا معانا عن طريق تعملوا معانا ابلكيشن، علشان بس نبقى ضامنين وعارفين من اللي داخل، وان احنا نبقى عارفين ان الناس دي حاضره معانا، وان هي مستوياتها ايه بالظبط. مش عارفه اخلي الناس تحتيها ازاي. ده هنتكلم عن ازاي ندخل اعضاء وفرصه اوريفريم لما نيجي نشرحها بالتفصيل. نقاط كثيره دي سهله جدا ان هي تتعمل، وانصحك تاني ان انت حاولي تحضري الاكاديميات بتاع الدكتور نرمين، هتفيدك جدا في المنتجات، لان الناس فعلا بيفرق معاهم جدا اللي قدامهم يكون عارف المنتجات، يعني هيديهم ثقه عاليه جدا فيا. تمام، طيب. انا طولت عليكم النهارده، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. لو في اي اسئله ظهرت انا هبقى بجاوب عليها على الجروب كله. بستفيد ازاي ايه من المجموعات الغير مباشره ليا، اللي هي المجموعات ال 21%؟ لا، دي كلام كبير بقى، ان هي بقى احنا بنتكلم كده في 4% وال 1% والنص في المية، وده هيبقى اجتماع، جزء من الاجتماع المهم جدا اللي هيبقى موجود للدايركتورز. هي اعتقد ان في بحيره لو انا عارفه صح، فان شاء الله لو في بحيره احنا موجودين معاكم في بحيره ان شاء الله يوم 20. اوكي، المانجر كلاب امتى؟ كل واحد تبع المنطقه بتاعته او الريجن بتاعه او المحافظه بتاعته ايه، والاريا سيلز موجودين معاهم كل المواعيد. اوكي، ميرسي جدا جدا ليكو، كنت مبسوطه معاكم النهارده، وسوري على الكونكشن اللي فصل في النص، بس يعني ممكن نجمع الاثنين فيديو مع بعض كده ونعمل فيديو لذيذ. وتاني كل الاسئله اللي انا ما اقدرش اجاوب عليها خلال اللايف نتيجه ان هي تخص حاجات تانية هشوفها وهرجع لكم فيها واكتب لكم الاجابات بتاعتها، ولو في حد جه في دماغه سؤال بعد كده يا ريت يحطه وانا برضو هجاوب عليه. ميرسي جدا جدا ليكو، ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير. باي باي.